بالنسبة لي أنا عندي ولد، ولد واحد زين، لا عندي بنية ولا أي شيء، بس ولد واحد زين، وهذا صار له 8 سنوات، صارت ويا صدمة، صدمة بالدماغ. نعم، راجعت الأطباء يعني، راجعت الأطباء كل مكان يقولون حالة نفسية يعني زين، ما خليت مكان ما وديته، وديته لأهل البيت، وديته الإمام علي الكاظم، كل مكان وديته ما صارت لأي أي شارع. والله بقضاء أبو الخصيب إحنا ساكنين، ولا أقدر أطلع للشغل، أنا أشتغل بشركة صار 3 أشهر زين، وحتى شغلي بطلت ما عندي، لأن ما عندي أحد، ما عندي أحد يمي. والله أطلب من أهل الرحم إذا يقدرون مثلا يجمعوا له، بلكي ناس خيرة يطلعونه للخارج يتعالج هناك، يتلقى العلاج بالخارج. هو بالنسبة لما كان بيشي، كان يصوم ويصلي ويقرأ قرآن، كل شيء مال كان زين، هسه حاليا 24 ساعة نايم ومريض وكلامه يخربط بي يعني، ما أقدر أعوفه. بلك الله الناس الخيرة تساعده، بلك ترمب حاله، لأن أي علاج ماله هنا بالعراق. هذا صار له 8 سنوات، أنا ما خلي الدكتور ما وديته. والله بالوقت الحالي حاليا هسه سلسلة حاطة برجلان، إذا أفتح السلسلة يظل يركض، يعني إنسان فاقد زين، بغيبوبة هو يجي للمعقل 5 ميل.